سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية في القصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة. اجتمع سيادة الرئيس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومع الوزراء الجدد ووجه معهم بتطوير أسلوب عمل الوزارات بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، وبهدف أيضا التواصل مع كافة المواطنين، كمان تطوير برامج التدريب من أجل رفع قدرات الكوادر البشرية. خلينا نشوف. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2022 قرر يعين كل من السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد اللواء هشام عبد الغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق إن شاء الله. السيد الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق إن شاء الله. السيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق. السيد الدكتور رضا السيد حجازي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامة أراضيه. السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة سهى سمير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وزيرا للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق إن شاء الله. السيد الدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أنعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق. السيد المهندس محمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال العام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق. السيد المهندس أحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. توفيق. السيد أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. بالتوفيق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية،
وقد شدد السيد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. امبارح أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تابع آخر التطورات الناجمة عن حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة. وجه سيادته كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين. وتقدم سيادته بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها. أيضا أجرى سيادة الرئيس اتصال مع قداسة البابا توادروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقدم سيادته تعزيه في ضحايا حادث الكنيسة، وأكد على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء أثار هذا الحادث الأليم. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس أيضا اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، والذي تقدم باسمه وباسم الشعب اللبناني الشقيق بخالص العزاء والمواساة للسيد الرئيس وللشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في كنيسة المنيرة. كمان أيضا تلقى سيادة الرئيس اتصالا من الرئيس التونسي قيس بن سعيد، والذي عبر عن تعازي تونس حكومة وشعبا للسيد الرئيس وللشعب المصري في ضحايا هذا الحادث. أيضا أعربت أمس عدد من الدول العربية والأجنبية عن خالص تعزيها لمصر، وأرسل كل من ولي العهد السعودي وأمير الكويت وسلطنة عمان والرئيس العراقي وأمير قطر وملك البحرين ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيسة اليونان، جميعهم أرسلوا برقية تعزية للسيد الرئيس في ضحايا الحادث. امبارح سيادة الرئيس أيضا أصدر توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لهذا الحريق. وتلقى البابا توادروس الثاني اتصالا هاتفيا من اللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية لقداسة البابا، وقال إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة الهندسية بإعادة إعمار الكنيسة. أيضا السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تقدمت بخالص العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان مع تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد يوم أمس كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة المنيرة، وتابع تطورات الموقف وكان حريص على أنه يطلع للدور اللي حصل فيه هذا الحريق ويشوف بنفسه كافة الجهود التي تمت من أجل إخماده. بعد ذلك انتقل إلى مستشفى العجوزة وتابع بنفسه الحالة الصحية لكل المصابين واطمأن عليهم، ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية المطلوبة علشان يتعافوا في أقرب وقت ممكن. بعد الجولة اللي عملها رئيس الوزراء كان ليه تصريحات هامة، وقال إنه الدولة تحركت بكل أجهزتها منذ اللحظة الأولى وبصورة فورية للتعامل مع الحادث. قال كمان إنه في توجيهات من سيادة الرئيس بتقديم الخدمات الطبية الكاملة لكل المصابين. اسمحوا لي في البداية أتقدم طبعا بخالص العزاء للشعب المصري كله بصفة عامة ولأسر الضحايا بصفة خاصة على هذا الحادث الأليم اللي حصل النهاردة صباحا في كنيسة أبو سيفين في منطقة أرض مطار إمبابة في محافظة الجيزة. والحقيقة يمكن الحادث الأليم ده نتج عن حريق حصل في مبنى الكنيسة نفسه، ومن أول لحظة الحقيقة الدولة كلها بكل أجهزتها تحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان، ويمكن عدد من يعني أفراد الحماية المدنية نفسهم أصيبوا في الحادث وموجودين في المستشفى وشفتهم. في نفس الوقت المحافظة طبعا اتحركت، وسيادة المحافظ كان موجود، الإسعاف، وزارة الصحة،
كله الحقيقه اتحرك، كان موجود عشان بصوره فوريه لنقل طبعا الضحايا والمصابين للمستشفيات علشان يتلقوا كل الرعايه للمصابين طبعا، وعلشان يعني ننقل جثامين الضحايا. الحقيقه يمكن فخامه الرئيس من اول لحظه بمجرد علمنا بالحادث الاليم كان توجيهه للحكومه باتخاذ الاجراءات الفوريه لطبعا دعم اسر الضحايا وايضا الاعتناء وتقديم اقصى رعايه طبيه للمصابين. ويعني توجيه سيادته اتحركنا فورا، يعني انا ومعالي وزير الصحه ومعالي وزير التنميه المحليه ومعالي وزيره التضامن ومعانا طبعا السيد محافظ الجيزه، نزلنا على الموقع الخاص بالكنيسة عشان نتفقد طبعا أسباب الحريق، وشفنا طبعا يعني طبيعة المبنى نفسه. يمكن طبعا فريق النيابة العامة برئاسة النائب العام بنفسه متواجدين أيضا في الموقع يعني طبعا للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية. ولكن في نفس الوقت ويمكن أنا يعني جات لي الفرصة أن أنا أقابل أيضا طبعا الأساقفة المعنيين بإدارة الكنيسة وقدمت لهم واجب العزاء. ويمكن فخامة الرئيس طبعا يعني كان مكلفني ان انا اوجه خالص العزاء يعني اهالي الضحايا والمصابين طبعا، ان احنا بنقول لهم احنا معاكم في هذه المرحله. يمكن مع معالي وزيره التضامن قررنا فورا يعني صرف مبلغ 100,000 للضحايا، لكل ضحيه طبعا هتصرف بصوره فوريه لاسر الضحايا، بالاضافه طبعا لمبلغ برضو يعني على حسب درجه الاصابه سيصل الى 20,000 جنيه للمصابين. ده بالإضافة لتقديم أوجه رعاية كثيرة جدا هتقدم للضحايا ولأسر الضحايا والمصابين في المرحلة القادمة من خلال العديد من الدعم العيني اللي هيتم في هذا الموضوع. فطبعا هي مرة أخرى هو حادث أليم، ويعني نسأل الله طبعا أن يعني يغفر للضحايا ويعني ويتقبلهم في جناته، وكل التعازي لأسرهم وكل الدعم لأسر المصابين والمصابين نفسهم. احنا طبعا على طول بتأكد ان هم بيتلقوا افضل رعاية طبية، ومش هنسيبهم ان شاء الله لغاية لما يتم التعافي بإذن الله. امبارح ايضا النائب العام المستشار حمادة الصاوي عاين موقع حادث كنيسة ابو سيفين، وقال ان النيابة العامة انتهت من مناظرة كافة الجثامين ولم تلاحظ فيها اي اصابات بخلاف الاختناق. وقال أيضا أن عدد حالات الوفاة بلغ 41 شخص، وعدد حالات المصابين بلغ 16، من بينهم 2 ضباط و2 من أفراد الشرطة. أيضا أمس نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ضحايا الحادث الأليم بكنيسة المنيرة، وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسر الضحايا ولكل أقباط مصر بخالص العزاء، داعية لله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. هذا وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. امبارح أيضا التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات البحرية، وده في إطار اللقاءات اللي بتقوم بها القوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات البحرية، وذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. بدأ اللقاء بكلمة اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية، أكد خلالها حرص رجال القوات البحرية على بذل الغالي والنفيس لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، مشيرا إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية، مشيدا بالدور الذي يقومون به وتنفيذهم كافة المهام التي توكل إليهم على أكمل وجه،
مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها. ودار القائد العام حوارا مع مقاتلي القوات البحرية تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. أيضا الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى العقيد يوسف إجاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له، وخلال اللقاء تم تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. فيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر المتحدة بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين الجانبين تضمنت أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وذلك في ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام واللي نتج عنها مؤشرات تؤكد انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وذلك في إطار دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية لتكون النسب المئوية للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية كالآتي: الكلية الحربية نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي و70% فأكثر للقسم الأدبي. الكلية البحرية نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي، والكلية الجوية نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمي و55% فأكثر للقسم الأدبي. كلية الدفاع الجوي نسبة القبول 65% فأكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات فقط. وللكليات العسكرية كالآتي: الكلية الفنية العسكرية نسبة القبول 70% فأكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات فقط. كلية الطب بالقوات المسلحة نسبة القبول 87% فأكثر للقسم العلمي شعبة العلوم فقط. الكلية العسكرية التكنولوجية نسبة القبول 60% فأكثر للقسم العلمي بشعبتي. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. ننتقل مع حضراتكم لجولة المحافظات اللي كان فيها أخبار كمان وأحداث كتيرة، ويحصل أحداث كتير كمان إن شاء الله النهاردة، منها أبرزها تنفيذ 17,000 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك في الشرقية، أيضا ختام فعاليات برنامج دعم وتمكين ذوي القدرات في بني سويف، وإطلاق نسخة جديدة من معسكر إعداد القادة للطلاب في جامعة أسيوط، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم خلال التقرير اللي جاي. مع
محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة امبارح، أبرزها في الشرقية وتصريحات المحافظ الدكتور ممدوح وراب اللي أكد فيها على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك اللي بيوفر تمويلات للعديد من المشاريع الإنتاجية، وقال إنه لحد دلوقتي تم تنفيذ 17702 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بتكلفة حوالي 2,858,000,000 جنيه. المشروعات دي قدرت إنها توفر أكتر من 52,000 فرصة عمل. في الأقصر أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة إنه تم إجراء 550 منظار جهاز هضمي لمنتفع التأمين الصحي الشامل بالأقصر والأجانب أيضاً، وده خلال الست شهور اللي فاتوا. في أسيوط أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط انطلاق معسكر جديد من معسكرات إعداد القادة اللي بيشارك فيه 200 طالب، وهيستمر المعسكر لحد يوم 17 أغسطس. في الغربية أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية إنه تم تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، واللي تم فيهم رصف 555 شارع بطول 598 كيلومتر وبتكلفة 1.2 مليار جنيه. في دمياط أعلن العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنه تم الانتهاء من أعمال ربط الخطوط الجديدة المغذية لقرية مركز كفر سعد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في شمال سيناء استقبل مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية واللي هيقوموا بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. في الغربية استعرض الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا تقرير حول القوافل الطبية اللي نظمتها الجامعة خلال الفترة من 30 يونيو 2021 ولحد 30 يونيو 2022، واللي تم فيها تقديم الخدمات الطبية ل 267 ألف مواطن ضمن الدعم الخدمي اللي بتقدمه الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً. في بني سويف اختتمت فعاليات البرنامج القومي اللي نفذته إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت شعار اتكلم إشارة، واللي بيستهدف تقديم الدعم لذوي الهمم وتنفيذ حزمة من البرامج التثقيفية والتنمية البشرية وبعض الأنشطة الترفيهية للطلائع السمر.